أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى ظهرت العلمنة؟ وهل هي مذهب أو فكر؟ وهل هو كفري أو غير كفري؟ وكيف الحذر منه ومن دعاه؟ والله نسمع عنها وكل يوم يظهر بلاء، كل يوم يظهر بلاء جديد، ولا تستغربوا لأنكم في آخر الزمان والفتن تكثر في آخر الزمان، ولا لم يتحرر معنى العلم تماما إلا أنها فيما يظهر لي أنه لا يحرم شيء، وإنما يكون الناس على مذهب واحد في جميع العالم في الاقتصاد وغيره، لا يكون هناك فارق بين المسلمين والكفار. يعني فيما يظهر لي أنه هو العلم، وفيما سمعت أنه هو العلم. أما دراسة المتخصصة عن هذا الموضوع فلا، ليس عندي منها شيء، ولكن الآن معقود المؤتمر في مكة في رابطة العالم الإسلامي عن العلمنة، فلعله تظهر فيه بحوث وقرارات تستفيد منها المسلمون إن شاء الله.